بعد غيابه وبقال وزمان. الراجل ده حيجنني حيجنني، طير مفتاح عقلي مني حيجنني. يجي رمضان وخناقه يزيد، عايز طباخة سكة حديد. يجي رمضان وخناقه يزيد، عايز طباخة سكة حديد. اللحمة تلات اشكال وطيور بجنيه ريال، ويوماتي رز ومكرونة وكنافة باللوز وعلبتونة غير السلطات والمحشيات والمشويات والحلويات. غير السلطات والمحشيات والمشويات والحلويات. وان قلت يا اخويا الاكل كتير الاكل كتير، وبلاش بعزة وبلاش تبذير وبلاش تبذير. وان قلت يا اخويا الاكل كتير الاكل كتير، وبلاش بعزة وبلاش تبذير وبلاش تبذير. اصرخ ويقول يا اخواتي صايم وراجل شقيا، ومراتي عايزة تجوع لي حتى في رمضان. انصب الليل. الراجل ده حيجنني حيجنني، طير مفاتيح عقلي مني حيجنني. الراجل ده حيجنني. اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من الراجل ده هيجنني. اهلا بيك يا مها. اهلا بيك يا عبير. تفتكري يا مها ممكن الراجل يجنن الست فعلا بتصرفاته وردود افعاله في البيت من الحاجات اللي بيعملها؟ ده حقيقي يا عبير، في رجاله كتير بتجنن الستات بافعالها واعمالها، لكن كمان الستات ممكن تجنن الرجاله بعمايلها. بس مش في كل الاحوال الراجل بيجنن الست والست بتجنن الراجل، يعني احيانا في راجل بيحب يساعد مراته في البيت، يساعدها في المطبخ، يساعدها في انه يساعد الولاد في مذاكرة. سيبك من الكلام ده، عشان في نوع من الرجاله كده ممكن يبقى الراجل يعني قاعد قدام التلفزيون وبيتفرج على الماتش ومبسوط واخر انبساط الحقيقه، مش دريان بقى بمراته يا عيني اللي عماله تشوف الولاد وطلباتهم والبيت وتشوف شغلها كمان، مش بيبقى حاسس بيها الحقيقه خالص. لا احنا موضوع الماتش ده مش هنيجي جنبه ولا هنتكلم فيه، لان الماتش بيعتبر حاجه مهمه جدا جدا بالنسبه للراجل. هو ممكن يخلع منها بطريقه شيك جدا، ممكن يقول ان اصحابه مستنيين او وراه مشوار مهم وبلاش ده ولا ده، تعبان ودخل ينام. عشان ما نبقاش بنيجي على الرجاله، في نوع من الرجاله كمان طيب جدا وبيبقى بيساعد مراته ويحاول دايما يعملها معامله حلوه جدا، وللاسف هي بتستغل طيبته وبترمي كل الاعباء عليه. احنا بقى عايزين نعرف ضيوفنا اللي معانا النهارده من النوعيه دي ولا من النوعيه دي. استنونا بعد الفاصل. هيجنني طير مفاتيح عقلي مني هيجنني. الراجل ده هيجنني هيجنني، طير مفاتيح عقلي مني هيجنني. رجعنا لكم مشاهدينا في حلقتنا النهارده من الراجل ده هيجنني، وعايزين نرحب بضيوفنا اللي مشرفينا ومنورينا النهارده. معانا رحاب واحمد. رحاب واحمد اهلا بيكم معانا منورينا. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. اهلا بيك يا رحاب. اهلا بيك يا احمد. أهلا بيك. عايزين الاول نعرف انتوا متجوزين بقالكم كام سنه تقريبا؟ يعني فاضل لنا حاجه بسيطه كده ونكمل 14. ما شاء الله، ربنا يوفقك يا رب. يا رب. الحمد لله. عندكم ولاد قد ايه؟ عندنا حبيبه في اولى اعدادي ومازن في رابعه ابتدائي. ما شاء الله، ربنا يخليهم لكم. كتير ها؟ والله احمد مش كتير بصوت منه، يعني اقول الراجل ده هيجنني، بس شيء طبيعي، كلنا ما فيش حد فينا كامل، يعني شيء طبيعي ان احنا بيبقى في بعض الاختلافات كده بيننا وبين بعض، يعني كاي بيت يعني مصري عادي او حتى يعني في اي دوله لازم يبقى في اختلافات يعني. فهو بس يمكن بيركز شويه مع اللعب على الموبايل حبه. دي اكتر حاجه بتجنني. راجل شرقي هتجوزه بنفس طريقتك ولا ممكن توافق انه يتجوز بنت بيحبها؟ لما بيزيد عن حده. تتضايقي مثلا ان انت تبقوا قاعدين انتوا الاثنين في نفس المكان واحمد مثلا ماسك الموبايل بيلعب ممكن نص ساعه ساعه وانت قاعده جنبه وما فيش كلام ما فيش حوار؟ يعني دي حاجه بتضايقني وبتجنني. اكون مثلا اقوم من النوم الصبح افتح عينيا كده ابص جنبي الاقيه ماسك الموبايل. فدي حاجه بتجنني يعني. هو ممكن يطلع التوتر فيه، يعني يكون قلقان ولا حاجه ممكن عشان انسى قلقي والتوتر ممكن اخش العب لعبه مثلا. وفي الغالب يعني بنكون يعني ها بس ما بهداش قوي برضه، بيفضل برضه المخ شغال بالقلق والتوتر اللي انا فيه يعني. طب انا عايز اعرف لما بيكون في حاجه في البيت وهي ملبوخه الاولاد والمطبخ كل حاجه،
اه طبعا انا بحاول اساعدها بقدر الامكان، يعني ان انا برضه احاول اريحها عشان ان شاء الله شفت كده ما تحيم مش في حد تعبان وحد مرتاح فكده يبقى في دروب جامد. جدا بحاول اساعدها على قد ما اقدر. قلبها ده بتبقى حريص دايما انك يعني ترفع من روحها المعنويه في كل حاجه. هي لما بتحاول تفكر بعقلها بتلاقي ان عقلها رافض ما ينفعش الموضوع يعني طلعت نص نص او عقلها موافق ولا بتحاول تجاملها شويه. في الحالتين انا في الحالتين الجواز فاشل، انا بعتبره جواز فاشل ان شاء الله. الاكل جميل فعلا من ايديها ومش يعني اي حد يكون من ايديها لازم بيشكر فيه يعني، فاذا كان الغريب بيشكر انا مش هشكر الحمد لله يعني. قوي ان انت توقف اللعب على الموبايل. الواحد قررت كتير بس كل مره بيحصل فتره انها توقف بعد كده بنرجع تاني. دي المشكله يعني. هو مش عارف ان اغلب المشكلات بينكم بسبب الموبايل. لا بس مش مشكله الحمد لله ما تحصلش كبيره يعني الحمد لله يعني ما بتكبرش يعني. الحمد لله يعني بنحاول نتلافاها شويه بنسيب الموبايل شويه فتره كده بس بترجع ليه من الحاجات القديمه. الفتره دي اللي ممكن يكون كام ساعه على فكره. لا 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 ممكن كام يوم بس مش كام ساعه. طب رحاب جننتك قبل كده احمد؟ والله الواحد مش فاكر قوي يعني. الواحد بيحاول ينسى اي حاجه بتحصل. ما بحاولش اشيل من حد حاجه. بفوت يعني مش مشكلة. هو فعلا غالبا الراجل على قد ما الراجل ده بيجنن الست بس الرجاله بتنسى اكتر. بتنسى اسرع من الستات. اسرع من الستات. قلبهم ابيض. لا مش قلبه ابيض، هو بيخرج ويشتغل ودماغه كبيره وفي مليون حاجه تانية في دماغه فما بيبقاش مركز قوي في المشكله. انما الست فاضيه وقاعده ما وراهاش حاجه غير انها تفنن في المشكله وتجيبها من ورا لقدام ومن قدام. لا ودايما تلاحظي لو حصل مشكله الست دايما حافظه تفاصيل الخناقه. يعني جمله هو قال ايه وانا قلت ايه. لكن هم الرجاله بينسوا ساعات ممكن يبقى بيتكلم معاكي ومش فاكر هو قال لك ايه اصلا. ايوه صح. رحاب انت بداتي كلامك ان انت اكتر حاجه مجنناكي لعبه على الموبايل وقلتي برضو ان مفيش بيت بيخلى ومفيش راجل بيخلى من العيوب. ده طبيعي. طب لو احنا ست بتخلى من العيوب برضه. مفيش ست بتخلى من العيوب. لو احنا شلنا العيب ده من احمد وحطينا مكانه حاجه ثانيه مثلا بيبص بره تستحملي ده؟ لا. طيب بلاش دي، ناخد حاجة أخف شوية. إيه العيوب يعني اللي ممكن تستحمليها له؟ هنشيل دي بس نحط عيب تاني، اختاري إيه؟ والله مش عارفة. هو الحمد لله أحمد ما فيهوش عيوب كتير يعني من الرجالة الحمد لله. الحمد لله يعني المحتوية جدا لزوجته جامد جدا جدا بيحتويني جدا في مشاكلي في غضبي في حياتي في شغلي. يعني بيكون عندي مشكلة في شغلي أو ورايا معرض أنا مصممة اكسسوارات أصلا فما يكون ورايا معرض وعندي شغل كتير وكلام من ده بيبقى حاسس بيا وبالضغط اللي أنا مضغوطاه وكده ويبقى واقف معايا يعني بيشيلني كتير يعني. فمش قادرة أقول لك ممكن إيه العيب اللي ممكن أستحمله منه تاني يعني. والحمد لله ما احنا اتفقنا ان احنا هنشيل عيب ونحط عيب. انت اكتر عيب اشتكيتي منه الموبايل. هنشيل الموبايل بس نحط لك ايه مكانه؟ مش قادره احدد يعني. اديني طيب اختيارات وانا اقول لك مثلا. هل مثلا لما بيوعدك بحاجه بيوفي بيها ولا ممكن يقول لك مثلا سيها نخرج الاسبوع ده يا رحاب وما يخرجكيش مثلا على سبيل المثال؟ والله ده واضح ان الوعود كتير. يقول لك انا تعبان مش قادر انزل بقى خلاص. حته بصي احمد من نوع البيتوتي جدا اللي مش بيحب الخروج كتير يعني. حتى لما بينزلش على قهوه ما يخرجش مع اصحابه غير كل مثلا فترات يعني مش حاجه يوميه يعني. فحته ان هو مثلا يوعدنا احنا يعني انا بقول له مثلا يبقى لنا فتره ما خرجناش لوحدينا بنخرج بالولاد فلازم يبقى في كده يعني. يقول له ايه وحشتني ان احنا نخرج سوا ده ايام زمان كده لوحدينا يعني وكده. فيقول لي طب خلاص ليكي عليا اخد لك يوم اجازه واخرجك. اقول له طب خلاص اوكي والولاد بقى في المدرسه وبتاع وكلام من ده. ممكن ياخد اليوم الاجازه يا اما هنقضيه في البيت يا اما هنروح سوبر ماركت نجيب بقى حاجه الشهر طلبات البيت. يعني بيوفي بوعده. هو النيه موجوده النيه موجوده وخد اليوم الاجازه ووفى بوعده وخرج. خرجتك اهوت انت عايزه ايه تاني؟ اشتريت اللي انت عايزاه رحاب عايزه ايه تاني؟ ويرجعوا يشتكوا يقول لك الستات هم اللي غاويين يشتروا وينزلوا. هو استغل اليوم بتاعها. انتوا متجوزين عن حب يا رحاب؟ والله هي الاول كان جواز صالونات. هو كان زميل بنت عمتي في الشغل وهي اللي كلمتني عنه يعني وكده وجه البيت. وعايزه اقول لك ان هو اول ما جه اصلا انا كنت رافضه قصه الجواز دي في الوقت ده يعني بالتحديد يعني. بس يعني ربنا كرم بقى يعني دي مره في الثانيه حصل بقى اللينك ده فالحمد لله بقت حب يعني. فتره الخطوبه بقى الحمد لله قلبت بحب قوي يعني. طب احمد ايه اكتر حاجه شدتك في رحاب وحسيت ان لا هي دي الست بقى اللي انا عاوزها معايا اكمل معاها حياتي اكون معاها اسره جميله؟
هي اولا حب لما رحت ما قال كده برده ان كان جو سرناط، فانا بصيتها يعني وشها مريح وهي اصلا بنت ناس محترمين واصول، فقلت هي دي الاعتراف ايه تجيب نجيب اولاد تربيهم على على اصل يعني. فطبعا اهم حاجه نفكر في الزوجه انها الاول تكون صالحه طبعا، وانها ايه يعني شفنا والدها ومامتها يعني كويسين، فطبعا هجيب برده هتزرع في ولادي ان هم يبقوا كويسين ان شاء الله. فعشان كده قلت لا ان شاء الله باذن الله ربنا يقدرنا ونتجوز يعني وتوافق عليا. وايه اكتر حاجه بقى شدتك لاحمد؟ احمد اكتر حاجه شدتني دي كانت طيبته يعني، وبعدين كان احترامه لاهله، كان اول مره جه عندنا في البيت تقريبا ما اتكلمش خالص، كان مامته وباباه هما اللي بيتكلموا بس. فبعد ما مشي مامتي وبابايا بيقولوا لي هي ايه رايك، وبنت عمتي كلمتني في التليفون هي رحاب ايه رايك وكده، قلت لها ده كان ساكت خالص طول القعده يعني وكده. قالت لي طب ايه ندي نفسنا كده مره كمان فرصه ونشوف يعني ربنا المستعان. فقلت لها خلاص ماشي مفيش مشكله يعني كده. هو وشه برده من النوع المريح، ان لما شفته اول مره الحمد لله يعني ارتحت له، بس ما كناش اتكلمنا بقى خالص يعني. لما جه تاني مره بقى واتكلمنا وقعدنا مع بعض واتكلمنا، لقيته بني ادم نقي جدا، طيب جدا، قلبه ابيض. يعني الحمد لله الواحد كان بيتمنى ان يعني ما كنتش اتمنى حاجه اكتر من كده يعني. كنت دايما عندي كده زي اي بنت عندها فتاه احلامها ليه مواصفات معينه كده. فاحمد كان الحمد لله يعني في حوالي 99% تقريبا من الحاجات اللي انا كنت طالباها يعني. هي بتقول ان اول حاجه ان هو ارتاح لها وهي ارتاحت، والكيمياء ان هم لما شافوا بعض في ارتياح، ملوش اي علاقه باي مقاييس احنا بنرسمها للشخصيه. لا لا ما بقولك رغم ان احنا ما اتكلمناش ولا كلمه تقريبا مع بعض اول مره، بس في حته الارتياح، في حاجه بقى يعني اسمها النصيب، الاسم هو النصيب. لو هي ما كانتش موافقه حتى لو كانت ارتاحت كان ممكن تتحجج بوجود بابا ومامته وتقول لك ده ابن امه، ده حقيقي صح، ده ما اتكلمش ولا كلمه، ده هي قدرت احترامه لوالده ووالدته. بالظبط فبالتالي هي لما شافت احترامه لوالده ولوالدته وتقديره ليهم اكيد هي اطمنت ان هو في يوم من الايام هو لما يكون جوزها هيقدرها. والحمد لله فعلا ده طلع يعني اختيار في محله في الجزئيه دي، لان هو الحمد لله يعني. انا اقصد هنا ان مش كل الحاجه كلنا بنشوفها من ناحيه واحده. انا انت شفتيها احترام لمامته وبابا، ممكن واحده تانية تشوفها لا ده بيميل لهم قوي وهو هم اللي هيقودوا المسيره. لكن انت نظرتك كانت صح، بدليل ان انت لغايه النهارده بعد 14 سنه جواز بتقولي ان انت ده فتى احلامك. لا الحمد لله الحمد لله، ما كنتش اتمنى اكتر من كده يعني. الحمد لله. حضرتك عندك اولاد؟ الحمد لله. الحمد لله ربنا يخليهم. الحياه بقى اختلفت بعد الانجاب ولا زي ما هي؟ والله احنا الحمد لله كنا متفقين برضو لما اتجوزنا، اتفقنا ان احنا يعني لينا طريقه كده في تربيه ولادنا يعني. اولا ما فيش قصه الضرب دي خالص عندنا، كل حاجه بالتفاهم يعني ان احنا ان هم يوافقوا على الحاجه اللي احنا قايلين عليها بالتفاهم، ان احنا نفهمهم ده ليه وده لا ليه. ما فيش حاجه اسمها لا وخلاص. فبنحاول على قد ما نقدر احنا الاثنين ان احنا دايما نوصل للجزئيه دي، وقصه ان الزوج والزوجه يبقوا متفاهمين جدا في تربيه الولاد، ان هي تعمل حاجه هو يوافق عليها حتى لو هو معترض ما يعترضش قدام الولاد. بيبقى ماشي الكلام لحد ما نقعد انا وهو لوحدينا مثلا، يقول لي طب كان حصل كذا كذا كذا، كان ممكن نقول لهم كذا، كان ممكن نسيب كذا. فممكن انا يعني ايه نسترجع كده الكلام شويه واوافق على رايه، ممكن اقول له لا طب انا وجهه نظري كذا، فهو يوافق على رايي يقول لي طب خلاص هنمشي الدنيا كده. بس بتقسموا المسؤوليه دي بنتي يعني، بتكملوا بعض في تربيتكم لاولادكم؟ الحمد لله الحمد لله. قولي يا احمد انت بتشتغل ايه؟ انا شغال محاسب. محاسب. تقريبا فتره تواجدك بره البيت قد ايه؟ يعني انا هي منزل من حوالي من 6:30 برجع الساعه 5 المغرب كده. ده دلوقتي قبل كده كنت لا بنزل بدري بقى وبرجع النوم على طول. يعني كنت بتنزل قبل 6:30؟ كان بينزل 5:30. اول ما اتجوزنا كان بينزل 5:30. كنت شغال في شركه بعيده شويه في مدينه بعيده، ما كانش يعني بيرجع قبل 7-8 بالليل. فعشان كده بس لسه يعني 10 سنين كل حاجه نقلت شركه ثانيه فقريب قريب. تمام. طيب فتره تواجدك بره البيت دي ما بيجيش عليك وقت، معلش هندخل شويه في الرومانسيه، بتحس ان انت البيت وحشك وعايز تروح بما انك بيتوتي جدا؟ هو طبعا بحس فعلا كده، فبتصل بيها بقى كل شويه اكلمها في التليفون ايه الاخبار من ايه عامله لنا ايه النهارده على الغدا. والله
ممكن ساعات وساعات تقول لي اللي فيه اللي انت اللي ربنا رايده هيكون. حتى اتصالات بعد الجواز مختلفه عن قبل الجواز. يعني قبل الجواز بتتصل وحشتيني، هي تطلبه وحشتيني، بعد الجواز بيبقى في حاجه ثانيه، بس هي تعبير عن الحب. ما عامله لنا ايه؟ ما هي مش هتفرق، هي عملت خلاص. طريقه التعبير عن الرومانسيه التعبير بتختلف. ده انا بس برضه بقول لها وحشتيني برضه، ايه المشكله؟ المشكله بعد الجواز بقول لها وحشتيني يعني عادي. يعني الكلام الحلو لسه موجود؟ الحمد لله الحمد لله. لو بنتك النهارده اتقدم لها عريس بعد ما تكبري، تجوزيها جواز صالونات ولا عن حب؟ والله لو هي يعني حبت بني ادم كويس ومحترم وكده ما عنديش مشكله خالص يعني. بس يعني احنا يعني انا ليا قصه كده في الحب، ان هي مش مجرد ان انا مجرد قلبي دق خلاص انا كده حبيت. لا، في حاجه اسمها قلب وعقل، مفيش حاجه اسمها قلب لوحده، لازم تكملي حب قلبك ده بعقلك. ويمكن هي دلوقتي ما شاء الله 12 سنه ما شاء الله، ف يعني بدايه مرحله مراهقه لازم الواحد يبتدي يقعد ويتكلم معاها ويفهمها القصه دي، ان ده بدايه ممكن تحريك مشاعر ناحيه حد مش عارف ايه كلام من ده. فلازم افهمها ده، ان هو لازم ما دام قلبك هيتحرك، لا يبقى لازم عقلي كمان يمشي بخط موازي على طول. ما ينفعش امشي بعقلي لوحده، ما ينفعش امشي بقلبي لوحده، كده هخش في سكه غلط وكده هخش في سكه غلط. تمام، لازم الاثنين مع بعض. هرجع اسال احمد، لو ابنك جاء لك ان هو عايز يخطب، انت كراجل شرقي هتجوزه بنفس طريقتك ولا ممكن توافق انه يتجوز بنت بيحبها؟ والله يعني طبعا مش عايز اكون يعني مش عارف اقول حاجه ايه. هو طبعا ممكن اشوف الاول البنت هو قال عليها، هل لو كان ناسها اهلها كويسين وعندها اصل وكده مفيش مشكله خالص يعني. انا اديله حريه الاختيار، بس انا هوجهه طبعا اقول له لو كان في لو شفت اهلها مش كويسين يعني او في حاجه مش عجباني طبعا بخبرتنا طبعا هتكلم معاه، هقول له ممكن اوجهه بطريقه اقول له لا ما ينفعكش الموضوع دوت، نشوف حاجه ثانيه. اقول له مثلا العيوب ايه مثلا برضو بيني وبينه، عشان الصراحه اللي بينا معاكم في بينا صراحه. يعني حضرتك هتشاور له على العيوب او الاخطاء اللي انت من خبرتك ملاحظها، ولكن هتسيب له هو حريه الاختيار بعد كده. بالظبط كده، يعني هو طبعا سيبه حريه من الاول خالص، ان هو يعني لو جه يتكلم معايا هتكلم معاه طبعا كراجل راجل يعني، وهقول له خبرتي ايه في الموضوع دوت، واقول له شوف هو بقى يقرر ان شاء الله يكون صالح خير ان شاء الله. ان شاء الله. شفت كلام رحاب بتقول ان لازم العقل والقلب يمشوا موازيين مع بعض في خط واحد. كتير جدا بنلاقي تجارب قلبها ده بس عقلها رافض، بيلغوا عقلهم ماشيين بقلبهم. هي لما بتحاول تفكر بعقلها بتلاقي ان عقلها رافض، ما ينفعش الموضوع يكمل، او عقلها موافق بس قلبها مش مرتاح. في الحالتين انا غلط، في الحالتين الجواز فاشل. انا بعتبره جواز فاشل. بعد الحياه الزوجيه كل طرف من التاني بيتصادم يعني مع الاخر. لازم البنت تبقى عارفه ان الراجل اللي هي شايفاه قبل الجواز ده هيبقى حد تاني ومختلف بعد الجواز. مش معنى كده ان هو يبقى حد وحش، بس بعيوبه متطلبات الحياه بتفرض عليه، والظروف اللي احنا بنمر بيها كعيشه بقى وكحياه بتفرض عليه اسلوب معين في التعامل، بتفرض عليه رد فعل، بتفرض عليه. فلازم البنت لما تيجي تختار تختار صح علشان خاطر تعيش حياه كويسه. ده يعني المفروض ان البنت لما تيجي مثلا تحب، ما احبش واحد يركد عليا كل ما نتقابل مثلا. ليه؟ لان انت بتنكد عليه من واحنا لسه المفروض في مرحله الحب اللي هي الرومانسيه الجميله. يبقى احنا بعد الجواز هنعمل ايه؟ بس في بنات بتفرح بالنكد بجد، بتبقى غاويه بقى. لا مش غاويه، انا هي اللي هتجيبه لنفسها يعني. بس هي مثلا هي بتعتبر ان ده غيره، بتعتبر ان ده غيره. ده نوع من الحب. بس هو برضو ارجع على القلب هتقدر تفرق اذا كانت دي غيره ولا خنقه. يعني ده اللي بيفرق بقى هنا، اذا كان فعلا العقل موجود وماشي مع القلب في نفس الخط بتقدر تفرق البنت هنا اذا كانت دي غيره ولا مجرد ان هو واحد بيخنقها. واحد عنده عقده من حاجه معينه فبيفرضها عليها هي. هنا بتفرق بقى، عشان كده بقول ان لازم الاثنين يمشوا مع بعض. لكن لو هي ماشيه ورا قلبها بس، الله ده جميل، ده بيحبني، ده بيخاف عليا، ده مش عارف ايه، او لو ماشيه بعقلها بس ممكن لا ده خانقني، ده قرفني، ده مش رغم ان هو ممكن يكون فعلا ساعات في الوقت ده بيكون غيره او حب. فهي فعلا الاثنين لما بيمشوا مع بعض القلب والعقل بتبقى ان شاء الله حياه ناجحه. يعني هنا يا رحاب بيجي دور الام في توعيه بنتها بالظبط، ان هي تصاحبها لازم تسمع لها لازم، وده من هي قد كده بالظبط، ان هي تصاحبها دي ده من وهي صغننه خالص 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 تقدر تنصحها من وهي داخله الكيجي
لما ترجع من المدرسه تعالي احكي لي عملنا ايه النهارده، خدنا ايه، شفنا ايه، زميلتي قالت ضروري ايه. الام ده لازم لازم. طب انا هرجع بقى لدور الاب، لان البنت حبيبه ابوها مش حبيبه مامتها. بالظبط. البنت ند لامها مش دلوقتي، مش في كل الاحوال، لكن هي صغيره وهي لكن دلوقتي ضرتي. ايوه هو في سن دلوقتي ضرتي تبقى حبيبه باباها. رايك ان البنت لازم باباها يحسسها انها ملكه متوجه عشان ما قلبها ما يمشيش ورا اي حد، ولا ان تسيبها خالص لمامتها؟ لا طبعا هي لازم طبعا اعتبرها انها ايه، بس كل واحد بيحتاج يكون يحتوي او حب من نوع معين، فلو ما لقيتوش في البيت ممكن تدور عليه بره. هاي. فطبعا احنا الاثنين طبعا بنحاول ان احنا نوصل لك طبعا ان احنا بنحبها جدا، وان الحمد ده طبيعي فعلا بنحبها، فلازم مش بالاحساس بس، لازم بالكلام كمان. ما هو طبيعي اي ام واب بيحبوا ولادهم، بس في تمام. حب بيخنق، في حب يعني انا ما بنكرش، انا ديكتاتوره جدا مع اولادي، اللي هو ما تروحيش ما تجيش ما تعمليش ما تتكلميش، لكن في اب وام بيبقوا سايبين فيه شويه ليونه مع الصراحه مع الثقه كلام. هو ده من الاول خالص يعني، من صغرهم احنا معودينهم ان هم ايه، في نقط كده ما يتخطوهاش وبنتكلم معاهم فيها، بعد كده بنسيبهم ما يتحركوا، ما برضه ايه مش خانق قوي يعني، سيبهم ينطلقوا بس في حدود، ان امتهم هتضرب يا جماعه في كذا وكذا وكذا، فهم بيحاولوا ما يتعدوش الخطوط دي. لو تعدوها بقى يبقى دي في حاجه ثانيه، لما نتكلم في البيت لا انتوا عملتوا كذا وكذا غلط، فاحنا ممكن نعاقبهم بايه، ان انتم ممكن في خروجه ما تخرجوهاش، فسحه ما نفسحهاش كده يعني. فلكن هو في الاول خالص الاساس ان امتهم مؤسساه ومن صغرهم ان هم في حدود معينه ما يتخطوهاش، فبنسيب لهم الحريه وبنشوفهم بيعملوا ايه، تعدوا الخطوط اللي احنا حطيناها ولا لا. فلو ما تعدوهاش خلاص يعني الحمد لله يبقى تربيتنا كويسه معاهم، فنسيبهم على كده. لكن لو في حاجه مثلا مش عجبانا لا نرجع هنا نتكلم معاهم تاني. وبالنسبه للحبيبه طبعا انا بقول لحضرتك كان الواحد بيحاول يتكلم معاها برده، وبيحاول يحسها بحب، غير ان يعني بالكلام غير برده الاحساس، عشان زي ما بقول لحضرتك ان ما بقتش في البيت ممكن تدور عليه بره. فالواحد بيحاول ان هو يحتويها ويتكلم معاها وينصحها برضو، ويقول لها في حاجات اللي ينفع وحاجات لا. هي مش ما بتلاقيهوش في البيت، هو بيبقى موجود في البيت بس بشكل مختلف يعني. اي اب وام في الدنيا بيحبوا اولادهم، بس التعبير عن الحب ده ممكن يكون في ام بتعبر عن الحب بالاكل، انها عماله تحشي اولادها ال 24 ساعه. من شخص لشخص يعني. في حد، في ام بتعبر عن حبها بانها تحاول انها تبقى معاهم على طول، راحه جايه معاها بتوديها وبتجيبها هي، لكن الولاد غيرنا، الولاد بيحسبوها بشكل تاني. صح. بيحسوا ان موضوع مثلا الملاحقه بالتليفونات وهم بره، او لا ما تروحيش الدرس لوحدك انا هنزل اوصلك، انا هستناكي هجيبك، بيحسوا ان هم بيفتقدوا الثقه من الاهل. زي ما بقول لحضرتك كده، هي المفروض ان انا دايما بحاول اعرف مين اهالي اصحابها، علشان خاطر ابقى متابعه برضو الشخصيه اللي مع بنتي ماشيه ازاي. بمكالمه تليفون مثلا لو مامتها اقول لها هاتي لي نمره تليفون مامه صاحبتك فلانه مثلا، اجيب التليفون ومجرد مكالمه، من طريقه رد الام عليا وكده ببتدي ان انا استشف بعض الحاجات البسيطه كده. دايما اسالها على بعض التصرفات مثلا او المواقف اللي بتحصل جوه المدرسه، طب صاحبتك دي قالت لك ايه، طب حصل ايه، من طريقه رد فعل صاحبتها ببتدي ان انا برضو افهم الشخصيه دي دماغها ايه، هل هتقدر تكمل معاها ولا لا كده. والحمد لله يعني هي عشان زي ما احمد قال عامله لهم حدود، وبرضو في نفس الوقت الحدود دي واسعه ما هياش قريبه قوي، فبيقدروا ان هم يعني يمشوا فيها براحتهم. يمكن وقتنا الحقيقه اوشك على الانتهاء، والحلقه الحقيقه يعني خلصت بسرعه جدا، والحديث كان مع حضراتكم شيق جدا الحقيقه. ربنا يبارك لك، احنا اتبسطنا جدا ان احنا كنا معاكم النهارده. شكرا جدا يا حبيب، بشكرك جدا يا احمد. يمكن الحياه الحقيقه بتجمعنا على الخير، واحيانا كمان بتبعدنا عن الغير، لكن الاكيد ان الحب هو اللي بيجمع اي اثنين. والنهارده احنا شفنا نموذج مشرف جدا من اثنين متزوجين الحقيقه في قمه الحب والسعاده، ونتمنى ان شاء الله ربنا يديم عليهم هذه السعاده ويحفظ لهم اولادهم ان شاء الله يا رب. خلصت حلقتنا، واستنونا الحلقه الجايه من الراجل ده، هيجنني هيجنني، يجي رمضان وخناق ويزيد، عايز طباخه سكه حديد، يجي رمضان وخناق ويزيد، عايز طباخة سكة حديد، اللحمة تلات اشكال وطيور بجنيه ريال، ويوماتي رز ومكرونة وكنافة باللوز وعلبتونة، غير السلطات والمحشيات والمشويات والحلويات، غير السلطات والمحشيات والمشويات والحلويات.